مو بس عنود ما بدي اياها تعرف انه مخطوبين لبعض، ما بدي حدا بالجامعه كلها يعرف. والله ما عم بفهم عليك شو عم تدور براسك انت. خلص انت ما بتحبني سايرني. طيب الموضوع له علاقه بعنود؟ لا اكيد لا. انت شاكي في شيء؟ يعني ما حد على راسه ريشه. شلون يعني ما حد على راسه ريشه؟ يعني إذا الناس دريت أنه ياكي مخطوبين مو أحسن إلو إليك؟ إلا إذا في شيء تاني براسك أنا ما عم بفهمه. قولي اللي بدك يا بتعرفني أنا بشك بخيالي. سامر اعتبر هاي الخطبة تحت التجربة، منيح هيك؟ ارتحت هيك؟ لك لا ما لا ما روقي شوي. طيب شو شايفتيني أقطع ولا أعور تعملي لي اختبارات؟ هذا اللي عندي، عجبك عجبك ما عجبك أحسن. طيب على مالك على مالك، لو فرض إجا حدا من الضيعة وزلق بشي كلمة قدام عنود أو شي حدا تاني تنبسطي؟ بلا فرضياتك هلا، خلينا نمشي. أنا آسفة كان لازم ساعدك. لما أنت زعلانة من إشي؟ لما ليش ما عم تردي علي؟ لا يمكن شردت شوي، عم فكر بأهلي. حابة روح زورهم. كثير منيح هيك تنبسطي وبتغيري جو. على ما يبدو صار لازم غير جو. حبني؟ حبني كله بيحبني طبعا. حبني 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 بحبني بحبني بحبني. شفتوا انه بيحبني خديك. سامر يعني عنود مرحبا كيفك؟ شو الحال؟ عنود عاصم مرحبا كيفك؟ سامر عاصمك شوي. ايه سامر انا رح اروح بعدين بشوفك. طيب ماشي يلا سلام شوفك. شو يعني؟ إذا لما مو هون ما بتسأل عننا؟ لا والله القصة مو هيك، يعني أنت بتعرفي هلا حلقات بحث ومناقشات، يعني حقك علي. طيب مو مشكلة، إذا أنت ما سألت نحن بنسأل. كيف دراستك أنت؟ معقولة ماشي الحال. سامر، إجا على بالي أشرب قهوة. إيه تكرم عينك، تفضلي.